وعلى ذكر شيكابالا ما ينفعش نعدي إهانة شيكابالا لجماهير النادي الأهلي. للأمانة أنا ضد أي خروج عن النص من أي عنصر من عناصر اللعبة، سواء جماهير، سواء أجهزة فنية ولاعبين، سواء حكام. إذا كان في تطاول أو تجاوز من جماهير النادي الأهلي فأنا ضده تماما إذا حصل أو إذا حدث، لكن إن اللاعب يكرر نفس الأخطاء وكأنه بيكبر في السن فقط لا غير وما زال مش قادر يعني يتمالك أعصابه ومش قادر يصل لمرحلة من الاتزان، برغم إن احنا قلنا إن الروح الرياضية بينه وبين اللاعبين وبين الجهاز الفني المفترض إن هي الفترة الأخيرة على أفضل ما يكون، ولكن من الواضح أن شيكابالا عنده أزمة ستظل للأبد مع جماهير النادي الأهلي أو حتى جزء من جماهير النادي الأهلي. دي لقطة كابتن هيثم وشيكابالا خارج من الملعب بيقول لجماهير النادي الأهلي، يعني مش عايز أقول بيقول إيه، لكن هي الصراحة واتحاد الكرة النهاردة حتى في القرارات اللي طلعت قالك إن دي اللافتة الوحيدة يعني أو بالمضمون دي الحاجة الوحيدة اللي كان فيها خروج عن النص امبارح في البكرة. وخلينا أقول لك إنه يعني مش ده الحل، يعني لا مش ده الحل، مش ده اللي المفترض يتم من لاعب عملها قبل كده من حوالي 10-12 سنه وما زال دي الصوره برضو نفس القصه نفس الاخطاء، في ازمه وفي مشكله مع الكابتن شيكابالا مع النادي الاهلي ومع جماهير النادي الاهلي. واكرر انا ضد اي تجاوز، لكن على اللاعب ان هو يتمالك نفسه. شفنا تجاوز من جماهير نادي الزمالك امام الكابتن عماد النحاس لسه من اسبوع تقريبا، الكابتن عماد النحاس قال لهم رمضان كريم وشاور لهم على راسه، اللي حصل ايه؟ ان الجماهير سكتت. بس المختلف في الموضوع ايه؟ ان عماد النحاس واصل لمرحله من الاتزان، واصل لمرحله من التقدير لذاته قبل الاخرين، فبالتالي تعامل مع غضب الجماهير بشكل محترم. طبعا الكابتن شيكابالا خد عقوبه مبارتين و50 الف جنيه طبقا للائحه. خليني اقول لك بس ارجع معاك بالذاكره، يعني للاسف شيكابالا ما بيصدرش بس المشاكل بس في كره القدم، ولكن كان ايضا مباراه كره السله الشهيره اللي حصلت وانه رفض الخروج من الملعب وانتهت طبعا باحتساب المباراه انسحاب للنادي الاهلي. خليني اقول لكم انه زي ما قال زميلي اسامه انه كل ما البني ادم المفروض او اللاعب بيكبر كل ما التزامه بيزيد لانه بيعرف يتحكم في اعصابه اكتر، ولكن للاسف ده ما بيحصلش مع شيكابالا. واحنا محتاجين يبقى في رادع، يعني يبقى في لما تتكرر الخطا اكتر من مره مفروض واللي نعرفه ان العقوبه بتغلص، ولكن للاسف ايقاف مباراتين احنا شايفين ده يعني عقوبه بسيطه لهذا الفعل الكبير. بص يا كابتن، انا مش مندهش من كلام حضرتك، انت حضرتك بتقول الكلام اللي المفترض ان يقال، ولكن للامانه شيكابالا او اي لاعب اخر مش هينصلح حاله في السلوكيات الخارجه عن النص. ليه؟ لان شيكابالا بيلاقي كل الدعم من مسؤولي نادي الزمالك، من اعلام نادي الزمالك، مش بس شيكابالا، لا ده شيكابالا واي حد بيخرج عن النص. لسه كنا بنتكلم في واقعه امام عاشور، الجميع في نادي الزمالك طلع اتكلم عن اللوائح ومش اللوائح وازاي يتعاقب، وده فيديو مش حقيقي وده فيديو انتوا ضمنتوا منين هو من اوضه اللبس، وكلها مبررات كلها مبررات، انا اسف، كلها بتبرر خطا واضح جدا كان المفترض. لا ده تم اتهام النادي الاهلي ان في كاميرات جوه اوضه اللبس. بالظبط، كان المفترض ان حد يخرج من نادي الزمالك يقول انا بوقف امام عاشور قبل ما حد يتكلم، بس الكلام ده لو لقيته في نادي هتجده في النادي الاهلي فقط لا غير. ومش عايز اشرح مواقف كتير 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 عددناها بشكل كبير جدا، لدرجه ان احنا حتى في العاب الصالات شطبنا اسطوره من اساطير كره الطايره عشان تفاعل مع جماهير نادي الزمالك هو الكابتن ايمن رشدي. لكن المباراه مش مباراته، بالظبط في مباراه كره السله وكان لاعب طايره، والمباراه كانت مباراه كره السله، لكن ده ما بيحصلش من مسؤولي نادي الزمالك. لسه الاستاذ عضو اللجنه التنفيذيه الاستاذ، لا غير الكابتن حازم امام، ابراهيم عبد الله طلع بيتكلم وبيدي مبرر ان شيكابالا كان بيشاور على حذاء رجله، اصل رجليه الشمال تعباه، وبيقول الكارتيرون انا رجلي الشمال تعباني. الحقيقه احنا عندنا صور بعد ما عدى كارتيرون شيكابالا وهو بيشاور لجماهير النادي الاهلي وبيرجع تاني يشاور على الحذاء، فبلاش مبررات. ده طبعا تصريح كابتن هيثم ابراهيم عبد الله مسؤول في اللجنه الثلاثيه في نادي الزمالك. عايز شيكابالا يغير تصرفاته؟ مستحيل، بس مستحيل. ودائما ابدا المبررات دي بتشجعك انت، بتقول والله لما تلاقي الناس بتلاقي لك المبررات وبتدافع عنك انت بتقول خلاص، طب ما غلط مره واثنين وثلاثه. وعلى فكره مش بس مسؤولين نادي الزمالك اللي دافعوا، لا ده رموز نادي الزمالك بالزبط. ايضا دافعوا عن هذا التصرف. انا نفسي نقول حاجه، احنا هنا وزميلي اسامه هو بيتكلم في البدايه
قال ايه؟ قال انه احنا بندين اي خروج عن النص، حتى لو هذا الخروج من النص من الجماهير، حتى لو جماهير النادي الاهلي. يعني اذا المسطره واحده، وقلنا ان في مواقف كثيره النادي الاهلي يعني قبل ما يبقى ينتظر عقوبات خارجيه هو اللي بياخد عقوباته، ومش بس في كره القدم. لو نفتكر من سنتين في الووتر بولو حصل حاجه زي كده، والنادي الاهلي خد عقوبات اقصى من عقوبات اتحاد السباحه اللي خدها. وارجع تاني لموضوعنا، حتى كابتن حازم امام طبعا نجم نادي الزمالك السابق، وطبعا يعني احد اللاعبين الموهوبين في كره القدم المصريه، قال في مباراه القمه دائما ستجد بعض الناس المريضه ستقوم بسبب شيكابالا، انهم يعلمون انه سريع الغضب ومن السهل استفزازه. ده اللي قاله كابتن حازم امام. خليني اقول لكم حاجه، احنا في النادي الاهلي لما ارتديت تيشيرت النادي الاهلي، الحقيقه كان اول يعني بند من بنود التزامك بهذا. انا ما حبيتش اسالك، لا ده انا هقول لك، لا ده انا هقول لك، من الدستور النادي الاهلي ده ما فيش حد هتلاقيه جوه النادي الاهلي بيقول خد يا اسامه دستور النادي الاهلي، او خد يا اسامه، انت لازم تفهمه، انت لازم تفهمه. ف لو سمعت شتمتك بودنك جوه الملعب ما تردش، ومش كده بس، لو حصل تطاول اكتر من ذلك ما تردش. ليه؟ احتراما لتيشيرت النادي الاهلي. وخليني اقول لحضراتكم برضو انه فرضا وحصل هذا التجاوز من لاعب او خروج عن النص، هتلاقي النادي الاهلي هو اللي بيتصدى له، مش هيستنى لما تيجي العقوبه من الاخر من بره النادي. فالحقيقه حتى لو حصل تجاوز ما يبقاش رد، انت لاعب، انت بتاخد ملايين ملايين عشان تتعرض لهذا الضغط، لما تكسب ناس تسقف لك، لما تخسر ناس تهاجمك، هو ده الرياضي، بياخد ملايين. طب ما في مهندسين ودكاتره اطباء ما بياخدوش المبالغ اللي بتاخدها لعيبه الكوره، ليه؟ لان هو بيتعرض لضغوط يمكن اكتر، بيعمل حاجه ممتعه اكتر. ولكن لما يبقى الوجه الاخر انا مش متقبله وما بقدرش اتحكم في اعصابي، ويكون رد الغلط بغلط، اللوم هيبقى على اللاعب من المقام الاول، لان انت اللي المفروض تتحكم في اعصابك. كلامي صح ولا لا؟ كلامك مظبوط جدا. وانا ما حبيتش اسالك عن الفارق لما ابتديت تيشيرت النادي الاهلي بعد تيشيرت نادي الزمالك او بعد بدله نادي الزمالك. طبعا ده الكلام اللي احنا قلناه في ازمه شيكابالا، واعتقد الحل هيجي لما نلاقي في مره او في يوم من الايام، او اذا احيانا ربنا، ان يطلع حد من مسؤولي نادي الزمالك يعاقب لاعب اخطا سلوكيا قبل ما يعاقبه اتحاد الكره، او على الاقل يكتفي بفكره عقوبه اتحاد الكره ويتوقف عن الدفاع عن سلوك خاطئ. يا ترى مين يعيش ويشوف تصرف زي ده بيحصل؟ لان كل اللي انا قريته في تاريخ نادي الزمالك ما شفتش تصرف زي ده حصل، ان لاعب اتعاقب على سلوكه خارج الملعب او داخل الملعب. فاتمنى ان انا اعيش واشوف مسؤول في نادي الزمالك يتوقف عن الدفاع عن خروج لاعب عن النصر.